بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ معكم عبد الله السكري. المحاضرة دي إن شاء الله دي المحاضرة التانية بتاعتنا، هنتكلم عن اللاب أو المختبر بتاعنا بقى اللي إحنا هنبدأ نتعلم عليه واللي إحنا هنشتغل عليه. بص يا سيدي، أول حاجة المختبر بتاعنا هتعرفه على مدار ال9 دروس الباقيين. يعني إيه؟ يعني مش في، يعني عشان أكون صريح معاك، مهما كان جهازك قوي فانت مش محتاج كل لما تيجي تطبق فكره او سيناريو في دماغك تنزل له سيستم من على النت وتسطبه. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك عايز اسطب مثلا نظام خاص باختبار الاختراق، يقوم منزل النظام ومسطبه. طب انا عايز انزل نظام اختبر عليه اختراق، يقوم منزل النظام ومسطبه. فكل شويه بقى هنزل انظمه واسطبها؟ لا، في عندنا مواقع على الانترنت بتسمح لك انك تبدا تلعب عليها وتشوف الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها نظامها هيكون عامل ازاي، وهتشوف القصه بتاعتك ماشيه ازاي. فالنهارده بس هنديك الاساس بتاع اللاب بتاعك. اول حاجه لازم تعرف قدرات الجهاز بتاعك عامل ازاي. يعني لو جهازك 4 جيجا يعني اظن انك لازم تحدث الجهاز بتاعك على الاقل، شوف اقول لك، على الاقل 8 جيجا. يبقى لازم جهازك يكون على الأقل 8 جيجا. خلاص، دي أول حاجة. الحاجة التانية لازم حضرتك تكون عندك خلفية بسيطة خالص عن التعامل مع النظام اللي هو نظام بتاع الويندوز بتاعك. مش هقول لك النظام اللي احنا هننزله، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حضرتك تبقى داخل مجال السايبر سيكيورتي وانت اصلا لو ظهرت معاك مشكلة وانت بتسطب البرامج اللي احنا بنقول عليها. خلاص، يعني لو ظهرت معاك مشكله واحنا بنسطب البرامج اللي احنا بنقول عليها ما انتش عارف تحلها، يعني انت مش عارف حتى تحل المشاكل البسيطه، هتشتغل ازاي جوه النظام؟ فلازم يكون عندك خلفيه على التعامل مع الويندوز. يعني بعرف اتعامل مع الويندوز، لو ظهر عندي خطا هعرف اقراه وكده. اول حاجه خالص هنسطب برنامج عندنا اسمه الفي ام وير. طب انا دلوقتي الفي ام وير ده اللي هو الفيرشوال ورك ستيشن، يعني هو عباره عن برنامج بيسمح لي ان اسطب عليه انظمه وهميه او نظام استخدمه، نظام عادي خالص، نظام بايقونات بسيستم وكل حاجه، استخدمه عشان اعمل اختبار اختراق. طيب دلوقتي البرنامج ده له متطلبات؟ لا طبعا له متطلبات، له هارد معين ورامات معينه وامكانيات معينه. هو اقل حاجه بيشتغل عليها 4 جيجا، ده زائد انك لما تسطب كمان النظام بياخد من الرامات بتاعتك، فلازم راماتك تكون على الاقل 8، على الاقل. يعني لو، يعني مش عايز اقول لك 12، بس انا عارف في ناس امكانياتها الماديه ما تسمحش ان هي تعمل كده. طيب المفروض اللاب بتاعنا هيبقى ماشي ازاي؟ بص حضرتك، قبل اي حاجه خالص هتدخل على القناه هنا وتدخل على قوائم التشغيل او البلاي ليست حسب ما انت عندك اليوتيوب بتاعك انجليزي ولا عربي. خش على قائمة التشغيل بتاعتي جوه القناة، خلاص، وتبدأ تنزل 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 لغاية ما تلاقي كورس اسمه كالي لينكس فروم اي تو زد. طيب هتدخل على قائمة التشغيل كده، تضغط عرض قائمة التشغيل، هتيجي كده هتلاقي عندك حاجة اسمها انستليشن كالي لينكس. هتفتح الدرس ده، هو المشاهدات بتاعته 185,000، كنت حاطه من 6 سنين، يعني من 6 سنين. خطوات التسطيب بتاعته لا تختلف خالص عن خطوات أي نظام تشغيل. يعني اي نظام لينكس هتنزله على خطوات التسطيب هتلاقيها جوه الدرس ده، مالكش دعوه بقيه الدروس بقى. يعني بقيه الدروس دي لو انت عايز تبص عليها في مستويات بعد كده ابص عليها، ماليش دعوه. يعني يهمني في الدرس ده اللي هو الدرس الاول والثاني، الاثنين دول اللي بيعرفوك ازاي تحدث النظام، ازاي تسطب النظام، ازاي تشتغل عليه، ازاي تبدا تنزل الايزو بتاعه، تحرقه عسل على فلاشه مثلا. طبعا ده كله انا كنت قايله قبل كده، بس احنا مش محتاجين نحرقه على فلاشه لان احنا هنحطه وهم. ده كله انا قلته قبل كده، واثق ان معظم الناس اللي بتشوفني حاليا بالنسبه لهم كلام سهل، بس انا بحب اشدد عليه عشان الناس لسه جديده، الناس لسه ما تعرفش. هشوف الدرسين دول، الدرس ده 30 دقيقه والدرس ده 16 دقيقه، دول مهمين جدا. يبقى اول حاجه هتعملها انك تشوف الدرسين دول. بعد ما اشوف الدرسين دول حضرتك هننزل نظام، لا اما تنزل نظام الكالي اللي انت لسه شايفه دلوقتي، يا اما تنزل نظام البارت، نظام اسمه بارت او اس. هتفتح الموقع بتاعه،
هو نظام خفيف شويه عن نظام الكاري. خلاص هتبدا تعمله داونلود، هو عباره عن ايزو وبتلاقيه بالشكل ده كده. خلاص انا عندي اهو، انا مسطبه، حتى مسطب النسخه اللايت منه اللي هي الهكسا بوكس، ايوه دي نسخه خفيفه خالص عندي على الجهاز. نظام لينكس عادي خالص، هو لو فتحت التيرمينال بتاعه هيفتح معايا عادي خالص واكتب الاوامر بتاعتي. تمام، يبقى انت دلوقتي المفروض هتنزل الفي ام وير ورك ستيشن. طب الفي ام وير ورك ستيشن اجيبه منين يا باشمهندس؟ هتلاقيني برضه شارح لك هنا، يعني هو هنا هتلاقيني شارح لك الفي ام وير ورك ستيشن تجيبه منين، وبرضه مش هتغلب. برنامج موجود على الانترنت لو بحثت عنه الفي ام وير ورك ستيشن هيطلع لك، اللي هو الفي ام وير ورك ستيشن اهو. يا اما تنزله بقى بسيريال نمبر، على فكره في منه اصدارات كتير، في ال 16 في ال 17 في اصدارات حديثه، فانت شوف الاصدار اللي ضاغط مع جهازك، لو جهازك ضعيف شويه هات اصدارات خف شويه. طب هنسطب حاجه مع النظام ده؟ لا بس كده يا باشمهندس. اه يا عم بتتكلم جد؟ اه والله مش عايزك تسطب حاجه تانيه خالص. ليه؟ انا عارف ان جهازك هيكون بعافيه، يعني انا عارف ان اكتر واحد معايا دلوقتي معاه رامات 16، اقوى واحد موجود معايا رامات 16 بيتفرج على الفيديو. الا بقى لو انت غني شويه ورماتك حديثه ومعاك مثلا اللابتوب قابل مثلا قدرات في المعالجه عاليه، خلاص فهقول لك ماشي ممكن ان انت تنزل حاجات تانية لو انت عايز يعني. لكن انا عارف ان معظم الناس اللي بتشوفني، وانا منهم على فكره، انا جهازي مش قوي قوي برضه، انا جهازي كبير ورامات 8 برضه او رامات 16، بس اللي هو ايه، انا برضه بقول الحاجات المينيمم اللي ممكن تشتغل عليها. هتنزل ده بس، انا عايزك تنزل ده بس خلاص. يبقى انت تنزل يا اما تشتغل على البورد، يا اما تنزل الكالي لينكس زي ما انت شايفه. على فكره خطوات التسطيب هي هي، خطوات التسطيب هنا هي خطوات التسطيب هنا. طب واحد يقول لي انا عايز يا باشمهندس حاجه كده للتسطيب اشتغل عليها ازاي؟ لو جيت على كلمه جيت ستارت هنا كده ودخلت عليها اهو، هيقول لك ازاي تسطب، هيقول لك البارود ده نظامه ايه، الهيستوري بتاعه، النظام بتاعه كده، ويبدا يشرح لك القصه بتاعته. طب انا عايز اشرح التسطيب، هتيجي على الانستوليشن كده اهو وتضغط عليها في الجنب، هقول لك انت عايز تسطبه ازاي، ايوه تقوم ضغط هنا، هقول لك والله هتضغط على كلمه تراي، بعد ما تضغط على كلمه تراي هتفتح النظام، هتخش على كلمه ستارت اللي هو تضغط على كلمه انستليشن هنا كده، وهتبدا انت تعمل بقى ايه، تحدد البلد بتاعتك والكونتري، وتبدا تعمل ايه نيكست بقى، وازاي تسطب الهارد وتقسمه وتظبط الدنيا. بشرح لك كل خطوه، كل خطوه ازاي تسطبها جوه على الموقع. يعني انت حتى لو مش عايز تقرف نفسك في الدرسين دول مفيش مشكله، الدرسين دول خصيصا لكالي، يعني الناس اللي هتنزل كالي، مع اني ما انصحش انك تنزل كالي لو راماتك اقل من 8، لان الكالي تقيل شويه، ادواته كتير قوي كتير قوي خلاص، وتقيل قوي دلوقتي اليومين دول، يعني عايز بعد التحديثات لا تقيل. فيستحسن نزل البارود، انا يعني استخدام ليها خفيفه شويه خلاص. طيب يبقى انت المفروض هتنزل يا اما الكالي يا اما البارود. اوكي طب بعد ما انزلهم يا باشمهندس ايه الخطوات الباقيه؟ الخطوات الباقيه بقى حضرتك عليا انا، الخطوات الباقيه ان شاء الله عليا انا، هعرفك ايه هي بعد كده اللابات اللي هنشتغل عليها ونظام الشغل هيبقى ماشي ازاي. يبقى اول خطوه حضرتك هتعملها اول ما تفتح الدرس ده، تدخل على البلاي ليست اللي هي بتاعت كالي لينكس فروم اي تو زد، تشوف الفيديوهين دول وتشوف تقرر بقى، يا اما تدخل على البارت تنزل الايزو بتاعها وتسطبها عندك على الفي ام وير، يا اما تدخل على موقع كالي لينكس تنزل الايزو بتاعها وايه وتسطبها عادي خالص من غير اي مشاكل خلاص. طيب فكره انك تكتشف ثغرات او انك تعمل سكاننج على سيستم او 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 ده كله مفيش اي مشكله، انك بس تعرف الكونسبت اللي هتمشي عليه، ولازم تعرف ان ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تبقى انت شغال بطريقه كويسه بتدور في اتجاه معين، تلاقي واحد اقل منك شويه في المجهود او اقل منك في التدريب، يلاقي الثغره متشفيه قدامه كده، يعني شفيه زي ما بيقولوا هديه كده جايه له، النصيب من الليل خلاص. فلازم تكون صبور في الموضوع اللي بيتفشل، مش هتكتشف ثغره من يوم وليله، مش هتلاقيها على طول خلاص، ودايما تكون راضي وقنوع بكل حاجه بتجيلك. فلازم تمشي على الخطوات بالظبط وتمشي عليها زي ما احنا بنقول. يبقى انا مش عايزك تسطب غير النظام ده بس مش اكتر. اوكي طب انا ليه ما شرحتش تسطيبه؟ مش عايز ارهقك بحاجات خلاص، وضغط جوه الدرس على الفاضي، الحاجات اوريدي انا شارحها قبل كده وموجود شرحها وخطواتها،
فمش عايز اقرفك، اوكي؟ فالخطوات موجوده اوريدي اهي على ايه؟ على القناه، خلاص؟ حتى انت لو دخلت، حتى رجعت كده ودخلت على البلاي ليست، هتلاقي عندك في الكال نيكست دبلومه برضو، لو جيت هنا على عرض قائمه التشغيل هتلاقيني برضو عامل لك هنا انستوليشن. ازاي تعمل انستوليشن لكال نيكست؟ 54 دقيقه، قاعد ساعه وثقتك فيه. خلاص؟ يعني انت لو عايز تقعد كده في الكال نيكست دبلومه دي، كانت كام درس تقريبا؟ كانوا 11 درس على 11 درس. فلو جيت على الدرس الاولاني بتاع الانستوليشن ده مش هتغلب 54 دقيقه. انا ليه اشرح واعيد تاني حاجه اوريدي انا شرحتها؟ لازم نستفيد بالدروس اللي فاتت، اوكي؟ فتشوف الدرس بتاع الانستوليشن في الكالي لينكس دبلومه، يا تشوف الدرس بتاع الكالي لينكس فروم اي تو زد، اللي هو الدرسين دول الاثنين الحلوين دول، اوكي؟ الاثنين سيان يعني. وبرضه اس طبعا لو انت عايز تشوف الخطوات بتاعته، اهو يا سيدي مديك الخطوات بتاعت التسليم بتاعته على الويب سايت، اهي ماشيه زي الفل. خلاص؟ الفي ام وير سهل انك تحمله لو عملت سيرش على اي موقع خاص بالفي ام وير، هيدول بالسيريال بتاعه كده. لو عملت سيرش حتى على الجيت هاب كده وكتبت في ام وير ورك ستيشن والسيريال، هيطلع لك على الجيت هاب، وينزل تنزله وتسطبه ويوزر جروبس، مفيش اي مشكله خالص. خلاص؟ طيب يبقى دي الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها في تحضير اللاب في البدايه. هل في حاجات تانيه على اللاب؟ بس بقى لازم ابقى ذكي، ما اخش السيستم بتاعي، مش اخش على السيستم بتاعي اقوم منزل عليه سيستمز وحاجات كتير. يعني انت لو جيت بصيت هنا في الجنب هتلاقيني انا عامل ارهاق للسيستم بتاعي، لان الجهاز يستحمل. هتلاقيني مسطب الكالي في الجنب اهو، مسطب الباك تراك القديم سايبه عندي كده يعني حاجه من الذكرى، هتلاقيني مسطب بعض الانظمه في الجنب اهي. فليه ليه ارهق نفسي مسطب ده كله؟ لا، ان شاء الله هتلاقي حاجات تانيه بره، حاجات موجوده على مواقع الانترنت سهله انك يعني تتعامل معاها، تشتغل عليه، اوكي؟ لابات تشتغل عليه، تمام كده؟ يبقى انا مطلوب من حضرتك تعمل ده بس، اتمنى تكون الرساله وصلت. الموضوع مش هياخد منك على الاقل ساعه، بس تشوف الدرس وتطبق وراه. شوف بقى انت عايز تنزل ايه، عايز تنزل البارد، اوكي؟ عايز تنزل الكالي، اوكي؟ تطلع تطبقه هنا، هو اللي هتطبقه هنا، الادوات اللي هتلاقيها هنا هي الادوات اللي هتلاقيها هنا. خلاص، اشوفكم في الدرس الثالث ان شاء الله يا شباب.